فإن هناك من يحبه ويسمعه ويراه ويحرسه ويرعاه ويعتني بك، إنما هو الله. والله إن الله ما أشقاك إلا ليسعدك، وما أبكاك إلا ليضحكك، وما أخذ منك إلا ليعطيك، وما حرمك إلا ليتفضل عليك، وما ابتلاك إلا لأنه أحبك. فوحد الله رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصب عليك برد الرضا صبا صبا. اللهم أمين يا مجيب السائلين. اللهم أمين يا رب العالمين. وأنا أقول لإخواني، الموت هو الوقوف على ساكن وإعلان الخاتمة ونذير النهاية. الموت مخلوق غامض شجاع يتسلق الجدران ويصعد الحيطان، لا يحتمى منه بقلاع ولا يمتنع منه بحصون. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، واقف على الطريق بالمنصات، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. الموت الناس عنده سواسية، الثري واسع الغنى كالفقير المتهالك، ليس له وقت في الزيارة معلوم ولا زمن في اللقاء مفهوم. نبأه غريب يدلف في السحر ويأتي في الظهيرة، إذا تمت ليلة العرس وحفل الزواج ومهرجان الأفراح وضرب دف الطرب ولعلع صوت الأنس، دخل الموت ففاجأ الحضور بقبض العريس، فأبكى الحضور وقلب الفرح إلى مناحة. إذا اجتمع الوالد بولده والأم بأبنائها وعم البشر وحصل الوصال، دخل الموت فأخذ الأب والتقم الأم. الموت يأخذ الطفل الرضيع من على ثدي أمه فلا يقف ولا يرحم ولا يراجع نفسه. اجتمع ثلاثة نفر على أن يضعوا لهذا الموت خطة، من هؤلاء؟ اجتمع الطبيب والمريض وصانع الدواء، ماذا حصل؟ مات المداوي والمداوى والذي صنع الدواء وبائعه ومن اشترى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا قبل هذا الموت توبة، وعند الموت شهادة. خلي بالك، هناك صنف من الناس عشان تعرف انت فين، قرأ كتاب الله جيدا وعلم حقيقة الدنيا، فعلم أن الدنيا إلى زوال، دخل عليه ملك الموت فجأة انتفض لأنه لم يعد لهذا الموت العدة. وهناك صنف من الناس علم أن الموت سيأخذه بغتة فأعد له العدة. أسأل الله أن يجعلنا منهم جميعا يا رب العالمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصب برد الرضا على والدي خالد. اللهم أمين يا مجيب السائلين. الحمد لله.